السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونتحولوا من مراكش إلى القصر الكبير مع السي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. أهلا سيدي سعيد. كيداير لاباس عليك بخير. الله يحفظك ويرعاك مولاي. الله يعطيك مبروكة. بارك الله فيك. أنا فرحان ميسر ليا خط الدكتور. يا ألف مرحبا مولاي. آمين الله يرحم والديك أختي الدكتور. وبغيت نطرح عليك واحد السؤال دكتور. مرحبا. بعض المرات أكون جالس الدكتور وتجيب الله بحال شي إنسان تيغوت لي وتنتكلم له راه. إيه؟ وتجيب الله بحال شي واحد تيغوت لي راه تيغوت لي نيجي تنتكلم له وما ملي تنفر راه ما تلقاش شي حاجة حتى هي. إيه خويا نعم سيدي إيه. الله يحفظك سي سعيد الله يحفظك ويجيك واخا سي سعيد. لا سي دكتور هادشي بزاف تيوقع لي في دابا شي خمسه الخطرات ولا شحال تيوقع لي بهذا. نعم اخويا باذن الله. شكرك بزاف دكتور. بارك الله فيك سعيد الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك ويبارك فيك. سي سعيد هذاك هو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذاك وسواس مخلوق خلق الله تعالى وربي جعل بيننا وبينه حجابا مستورا. لكنه احيانا يكشف الحجاب وياتي الينا محاولا انه يقتحم وحدتنا. فاحيانا قد ياتيك بحركه او ضجيج او سمع اصوات واحيانا قد يناديك باسمه باسمك شخصيا. ففي كل هذه الحالات لا ينبغي ان تنتبه. هذاك مجرد مخلوق غريب خلق الله تعالى موجود معنا وكيحاول ما امكن انه يثير الفزع في قلبك. اذا شعرت بالفزع اعلم بانه سوف يقوم بالتمادي سوف يقوم بالمزيد من الحجره حتى هو حجار واحد المخلوقات منهم كتسمو حجاره في عالم الجن انه كيتلهى وكيت عندهم ما يسمى ببهلوان الجن عندهم واحد الشريحه ما عندهم ما يدار ما خدامين ما والو حتى عالم الجن تما بحال عالمنا كاينين فيهم العباد والزهاد اللي قال فيهم الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيفهم العباد والزهاد لكن عيد لكن موسم الحج كيبان لك راه غادي كيتزاحموا غادي للديار المقدسه إلا كان رمضان كتلقاو كيصوموا إلا سمعوا القرآن يستمعون إليه ويقولوا أنصتوا وكان فيهم اللي هما عاديين خدامين على حياتهم واكلين شاربين ومقابل أشغالهم وكاين فيهم واحد الشريحه ما عندها ما يدار كيتسمى بهلوان الجن كيجي يقلب على الإنس وكيتلهى به كاين اللي كيدخل ليه الجسم ديالو وكاين اللي كيبقى غير في محيطه كيدير ليه ضجيج واصوات كتسمع الروبي اللي كيقطر طق طق كتسمع الباب كيتحل ساقطه كتكون ناعس كتشعر بواحد المنطقه كتهز عليك كتشعر شي واحد مسك في الجسم ديالك هذا كله كتسمى بهلوان الجن والكثير كيستعمل الاسم ديالك كينادي عليك سعيد سعيد كتسمع هذا الصوت كينادي ما تديهاش فيه مخلوق بحالي بحالو غنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا التفت اليه ابدا الا شعرت بالخوف حتى هو كاين اللي عنده واحد القوه كي واحد الرياح كيطلقها وكيبت فيك الخوف والذعر كيقول لك لحمي تشوك شعري وقف ما معنى ذلك ريح عند هذا الجن كيطلقها كتوصل لعندك كدير لك الفزع انت ما تخافش انت عندك قوه مضاده حيت كل واحد عطى الله قوة ديالو اشتي القوة اللي عندك مضادة خطيرة كتحرق الجن ارفع الاذان الجن كله غير كيسمع الاذان الله اكبر الله اكبر الله يسمع الاذان يضع اصبعيه في اذنيه ويجري ويهرب ويخرج بدورات من خلفه وما كيبقاش حداك ارفع الاذان وما تخافش وهذه كلها عبارة عن ما يسمى بالفزع المؤمن لا يخاف ربي عز وجل تكلم عن المؤمنين قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون المؤمن دائما قلبه قوي حتى مرتبط بالله
ولسانه رطب بذكر الله، كتلقى عنده قوة خطيرة. هو يهلك هو يقهر الآخرين، لا يقهر المؤمن، لأنه يستمد المدد من عند الرحمن سبحانه وتعالى. حفظك الله ورعاك الله وشفك الله سي سعيد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.